Good morning, children. How are you today? اليوم يا حلوين بدنا نكمل في درسنا الجديد اللي هو مش درس جديد سوري هو مراجعة. هو درس اليوم مراجعة للحروف اللي أخذناها بالسابق. الحروف الثلاثة اللي هي V, W, X. V, W, X. ال V الكابيتال وال W كابيتال وال X كابيتال. يعني منلاحظ انه الحرف الكبير في هدول الثلاث حروف هو نفسه الحرف الصغير. نلاحظ الحرف الكبير بيبدأ من السطر الأول إلى السطر الثالث وبرجع للسطر الأول. الحرف الصغير بيكون من السطر الثاني إلى الثالث بس بيكون صغير. نفس الشكل لاحظ هون نفس الشكل بس هذا كبير وهذا صغير. هذا بنسميه capital letter وهذا small letter. نفس الشيء حرف W. حرف W مين بيعرف شو حرف W للصوت تبعه؟ الصوت تبعه اللي هو الو و و water water whale و و. والحرف الصغير نفس الشيء من السطر الثاني إلى السطر الثالث ننزل نطلع ننزل وبنطلع نفس الشكل بس هنا كبير وهنا صغير. هنا capital letter هنا small letter. الحرف الأخير اللي هو X إيش قلنا الصوت تبعه؟ X X X X X X. الكابيتال من الثالث إلى من الأول إلى الثالث من الأول إلى الثالث. small letter من الثاني إلى الثالث من الثاني إلى الثالث. أوكي موجودة عنا هون. نيجي عند التمرين اللي بعده match. إيش يعني كلمة match؟ يعني توصيل. match عيد وراي match 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 يعني وصل. بدنا نوصل الحرف مع الصورة. أول صورة water water وصلناها مع الwater. طيب ثاني صورة vase yes إذن بدنا نوصلها مع الv vase. آخر واحدة xylophone xylophone xylophone. تمام نفس الشيء بدنا نوصلها مرة تانية water 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 vase. Very good. xylophone yes. أوكي طيب نيجي هون على هذا التمرين الحلو. هذا التمرين بده يسألنا أي حرف بدل على هاي الصورة. Look at the picture. What is this? إيش هذا اللي بالصورة؟ What is this? Yes, vegetables. 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 إذن بدنا نضلل هاي الدائرة vegetables vegetables. بنضلل هاي الدائرة vegetables vegetables. طيب نطلع على هاي الصورة. what's that? xylophone xylophone. إذن بدنا نضلل الحرف x
X. Okay, what's that? What's this? It's a whale. Whale. Wa. Whale. Whale. Water. Water. Vase. Vase. Vegetables. Vegetables. Okay? طيب نيجي عند هذا التمرين الحلو كمان وبدنا نكمل. شو يعني نكمل؟ احنا عرفنا الحروف A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X V W X. إذن هون إيش بدنا نكتب؟ V W موجودة، هون إيش الناقص؟ X. Yes, excellent, very good. V W X. برافو. طيب مرة تانية، هون مين اللي ناقص؟ وينو هذا المشاغب اللي طلع من مكانه؟ Yes, W و و W و. كمان مرة V Yes W X. هون كمان مرة V W X. أوكي، عشان هيك لازم نحفظ ترتيب الحروف، لازم نحفظ ترتيب الحروف. خلينا اليوم كمان نعمل شغلة حلوة عملناها المرة الماضية، وأخذنا بعض الحروف وركبناهم مع بعض. أوكي، خلينا نجرب كمان مرة. أوكي، اليوم إحنا عملنا منراجع في هدول الثلاث حروف V W X. V W X. طيب قلنا المرة الماضية إنه إحنا بنقدر نجمع ثلاث كلمة حروف، نجمع ثلاث حروف ونكون كلمة منهم. نفترض إنه عنا مثلا هاي الكلمة، بدنا نجيب حدا عشان نعمل منها كلمة صحيحة. جبنا ال A أ و أكس و أكس واكس واكس و أكس واكس واكس. إذن كلمة جديدة واكس واكس. أوكي، هاي كلمة معناها شمع واكس واكس. في كلمات إحنا ممكن نجمعها أو حروف نجمعهم مع بعض بس كلمات ما إلها معنى، مش مشكلة. حتى لو فإحنا بنتعلم نلفظ ونقرأ الكلمات القصيرة. إذن واكس واكس. أوكي، طيب نشيل مثلا هدول ونجيب حرف جديد من الحروف اللي أخذناها. ف ف ف ف V X V X Vix Vix Vix. أوكي، وأخذنا مثلا منشيل هدول نجيب هاي V V Van Van Van. أوكي، إذن عنا فان 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 فان. إذن هنا إيش الصوت تبعها؟ هذا الصوت تبعها اللي هو أ أ أ ف ف ف ف ف أ ف أ ف. طيب
هاي هذا الحرف ايش الصوت تبعه؟ اي اي في 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 بنقرأه صح من الحروف A B C D E F G H I بس هو عند القراءة من الكلمات بنلفظ الصوت تبعه اي في في. طيب نشوف كلمة جديدة نستخدمها مع حرف الإي. إيش نختار؟ حرف التاء. تاء. تي. 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 نجيب حرف الإف. في. في. طبعاً إحنا لازم نحط كلمة هون بالآخر. مثلاً فن. في. ن. في. ن. فن. في. ن. فن. إي. إي. في. زي الكسرة. زي الكلمة الحرف اللي عليه كسرة. في. أوكي؟ طيب. لو شلنا هاي وحطينا هاي. كمان بتنقرأ تي. تين. تين. تن اللي هي علبة الحديد، علبة الفول الحديد، علبة الفاصوليا الحديد، العلب الحديد. أوكي. فن إيش يعني فن؟ اللي هي زعنفة السمكة، مش السمك إله زعانف اللي هي بتساعدها تتحرك في البحر، اسمها فن. 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 أوكي. طيب إذا إحنا هلأ عرفنا إنه عنا الحروف W و X وين حرف ال V. ال V وال W وال X نقدر نستخدم معاهم الحروف اللي هي A O E و A. أوكي شو هدول؟ حطهم على جنب. ايش هدول يا مس؟ ليش هدول اللي حطيتيهم فوق بعض؟ هذا الحرف اسمه اللي هو اليو. أ. 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 الحرف اليو اللي هو حرف الأ زي حرف الصوت الفتحة بس أ غليظة. أ. هون عندنا حرف ال إيه. إيه. كسرة بس خفيفة. إيه. عنا هون أو. أو. ضمة أو. أو. وعنا هون أ. فتحة برضو. أ. أ. وآخر واحدة اللي هي إي. اللي هي الكسرة. طيب. خلينا نجرب مثلا. نحن حرف ال. Very good. حرف ال H. كيف بنقرأ الصوت تبعه؟ ها. 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 هات. هات. طاقية. طاقية اللي بنلبسها على راسنا. هات. ها. أت. هات. هات. طيب لو شلنا هاي وحطينا حرف تاني. هو او هو هوت. هوت يعني شوب حر او حامي. حامي او حار. هوت. هوت. طيب لو شلنا هاي وحطينا هاي شو بدها تصير؟ هيت. 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 ايش يعني هيت؟ يعني يضرب. هيت. هيت. اوكي اذا احنا بهاي الحروف بنغير الصوت تبع الحرف اللي قبله. لما كانت ها بعديها اي قرأناها هي. لما حطينا بعديها ا صارت ها. لما حطينا بعديها او صارت هو.
لما حطينا ها 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 أ ها أو هي هي هي. أوكي، إذا عندنا هدول الحروف بتغير صوت الحرف اللي عندنا. أوكي طيب نجرب. و قلنا و و و و و منشيلها وي وي بنشيلها وي وي. اللي بعدها و و أ و. أوكي نفس الشيء لو شلنا هاي وجبنا حرف الفي ف ف ف ف ف ف وآخر واحدة فو فو. أوكي إذا إحنا بنعرف إنه هدول الثلاث الخمس حروف إيش بدنا نسميهم؟ بنسميهم الفاولز، حروف متحركة. شو يعني حروف متحركة؟ أخذناهم الفاولز، هدول الحروف اللي هم الفاولز أ إي، حطهم بالترتيب هيك، اللي هم أ إي إي أو أ أ إي إي أو أ أ إي إي أو أ. هاي حروف متحركة. شو يعني يا مس حروف متحركة؟ يعني هاي الحروف بتغير الصوت تبع الحرف اللي قبلها، بتغير صوت الحرف اللي قبلها. زي ما قلنا مثلا ها، إذن إيش صارت صوتها؟ ها آ ها. لو حطينا هون ه تغير صوت الها، حرف الها تغير صوتها صارت هي هي هي. هون هي هي كسرة أكتر، نكسرها أكتر. أوكي هون تغير صوت الها هو هو هو. هون تغير صوت الها ها. إذن هدول الحروف بنسميهم اللي هي الفاولز، حروف الفاولز، حروف المتحركة اللي هي بنشكل الكلمة، اللي هي بنغير الكلمة من فتحة وضمة وكسرة. أوكي هلأ المهم إنه إحنا نجرب نجيب أي حرف، مثلا دي دو دو دو. ايش في كلمة ممكن اكملها دو دو دو؟ ايش كلمة اكملها بهاي الحروف؟ يس دوغ دوغ اللي هو كلب، دوغ دوغ معناها كلب. طيب لو شلنا هذا الحرف وجبنا هاد الحرف ديج ديج، صارت كلمة جديدة. طب شو معنى ديج؟ ديج يعني يحفر، يحفر بالأرض، يحفر بالتربة، ديج يحفر. إذا هذا إيش سوى؟ شو الحرف هذا أو هاي الحروف إيش سوت؟ غيرت معنى الكلمة، غيرت معنى الكلمة. طيب نجرب كمان نحط نجمع كمان حروف تانية. مثلا عندنا حرف ما ما ما. ايش مكمل عليها؟ مان مان. طيب ايش يعني مان؟ مان يعني رجل، مان يعني رجل. واخذتوا انتو كلمة جديدة اللي كانت وومن يعني امرأة، رجل مان. طيب لما نشيل الأ ونحط إيه
من من إيه من صارت معناها رجال أكثر من واحد، هيك رجل واحد، هيك صارت رجال أكثر من واحد. إذا الحرف الواحد غير الكلمة. أوكي، نجرب نحاول نعمل حروف زي هيك عنا بالورق، نقصقص ورق ونعمل حروف ونعمل كلمات حلوة من اللي أخذناها بدروسنا. أوكي، الإنجليزي حلو وممتع، بس المهم نحفظ الحروف، أهم شي نحفظ الحروف. باي باي.